البداية مع الأهلي كانت إمتى كابتن أحمد؟ كانت موسم 2008. مين اللي اختارك؟ مين اللي كلمك أول مرة عرفت إنك أنت في كلام مع الأهلي أو الأهلي عايز كابتن أحمد حسن؟ موضوعي أنا كان يختلف شوية، لأن أنا أول موسم رحت المحلة كنت تاني هداف الدوري، فمحدش كلمني خالص. فكان طبعا وكيل اعمالي كان الكابتن تامر النحاس، فجيت كلمته قلت له انا تاني هداف دوري ومحدش كلمني. قال لي بص، النادي الاهلي ما بيختارش وخلاص، يعني مش من ماتش او اتنين او تلاته او موسم، النادي الاهلي بيتابعك. انت كان نفسك تروح الاهلي او كنت مستني منتظر ان يجيلك عرض من النادي الاهلي؟ اكيد، لان انا كنت في الفتره ديت انا رحت منتخب مصر، يعني انا انضميت مع كابتن حسن شحاته وشاركت في 12 مباراة دولية مع المنتخب. فطبعا جيت تاني موسم، اول واحد كان كلمني كان هو كابتن تامر. الاول قال لي في لجنة تعاقدات في النادي الاهلي بتتابعك، كان فيها كابتن محمد يوسف والكابتن حسام البدري ومش فاكر مين تاني بالظبط. فطبعا جيت تاني سنة، وقبل الموسم ما يخلص بثلاث اربع ماتشات كان الكابتن حسام البدري كلمني قال لي انت مضيت في مكان ولا لسه؟ قلت له لا لسه ما فيش اي حاجه. فقال لي خلاص، خلال 3 4 ايام كان عندهم ماتش الالومنيوم، كان لسه الالومنيوم في الدوري الممتاز، فقال لي هنخلص المباراه وحد هيجي لك المحله والموضوع هيخلص. قلت له خلاص ماشي. فعلا بعد 3 ايام لقيت النادي الاهلي بعت فاكس للاداره، الاداره كلمتني في غزل المحله، كنت في المعسكر هناك لان كان عندي ماتش في الدوري. فقال لي في دلوقتي النادي الاهلي وكده، واحنا مرحبين بالعرض، لو انت مش هتجدد معانا خلاص ما فيش مشكله، يعني انت عايز تجدد او عايز تمشي دي حاجه ترجع لك، لان انا كان فاضل لي موسم في المحل. ايوه. فطبعا قلت له خلاص ما فيش مشكله. تاني يوم كان الزمالك برضو بعت فاكس، فبرضو بعتوا لي تاني. دلوقتي هم بصراحه كانت يعني الناس في الاداره كانت ناس محترمه جدا، في المحل كان الباشمهندس علي العباسي وكان العميد رأفت الله يرحمه، كانوا سايبين لي حريه الاختيار، يعني ما بصوش للفلوس، ما بصوش مين رغبتك انت بالظبط. هو قال لي عايز في عقد في دلوقتي اهلي امبارح والنهارده الزمالك بعت الفاكس. فقلت له خلاص. هو طبعا خبر اتسرب من هنا تلاقي الزمالك على طول. هو كان بص، هو كان الفترة ديت أصلا كان كل الصحف بتكتب إن أنا رايح الزمالك، مع إن مفيش مسؤول من الزمالك كلمني، هو كان في وسيط مش أكتر. فطبعا الوسيط ده كان بيحرك السوشيال ميديا، بيحرك الناس شوية، فالناس كانت فاكرة إن أنا رايح نادي الزمالك، لكن والله فعلا ما حدش خالص كلمني من نادي الزمالك، يعني هو كله مجرد كلام مش أكتر، وفاكس. مع احترامي طبعا لنادي الزمالك. طيب.